العدالة في مصر القديمة. هناك فكرة شائعة أن العدالة كانت غائبة في مصر القديمة، وأن أجدادنا كان أناس ظلمة وفراعنة لا يعرفون العدل، ولكن هذا غير صحيح. والشيء العجيب أن كيف حضارة تستمر 7000 عام قبل الميلاد وحتى الآن تثمر لنا آدابا وأخلاقا وعلوما ودينا يعرف البشرية جميعا الصلاة والصوم والحج والزكاة قبل الديانات السماوية، كيف يمكن أن نقول عنه أنهم كانوا ظلمة؟ يقول الدكتور محمود السقة أستاذ القانون في جامعة القاهرة في كتابه فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم: كان القانون في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في مواده، دهشة للمؤرخين، ذلك لأنه قام على دعامتين: العدل أساس الملك والعدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون سواء. عندما كان يعود الجيش من المعارك كان الجنود يشتكون، لأن القانون في مصر القديمة كان يحتم عليهم حمل أبناء الأسرى عند عودتهم من الحروب. أي عدالة وإنسانية أكثر من هذا؟ يقول عالم المصريات والاس بادج: نحن في حاجة إلى قرن أو اثنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية. ويقول أيضا كارين شوارت عمدة برلين: كيف كان سوف يكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة؟ كان المصري القديم يعرف أنه سيحاكم أمام محكمة العدل الإلهية بعد الموت، وسوف يطلع على القضاء، والذين كان عددهم 42 قاضيا اعترافا إنكاريا ينكر فيه كل الذنوب والخطايا التي نهى عنها الله، منها قوله: لم ألوث مياه النيل، لم أكذب، لم أسرق، لم أذن، لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء. كانت ماعت هي ربة العدالة، وكانت ريشة النعامة هي رمز العدالة. لماذا؟ لتساوي الشعر على جانبي الريشة، وهذه هي العدالة أي المساواة. جدير بالذكر أن ميزان العدالة في مصر القديمة هو الذي يتصدر قاعات المحاكم في كل أنحاء الدنيا حتى الآن. ويجب أن ننوه هنا عزيزي المشاهد أن أول قانون دولي عرفه العالم كان قانون تحوت من مصر، وأول قانون لحقوق الإنسان كان قانون حور محب من مصر، وأول من أعطى المريض حق شكوى الطبيب هي مصر، وأن مساواة الرجل والمرأة أيضا من مصر.